منطقة الرصافة في دير الزور تنعم بالأمن والأمان بعد أن نظفها بواسل قواتنا من الإرهاب والإرهابيين. مراسلنا الحربي محمد أرسان جال في المنطقة وصولا إلى المناطق التي يتحصن فيها الإرهابيين وأعد لنا التقرير التالي من الرصافة. مشاهدين منطقة الرصافة التي كثر الحديث عنها في قنوات سفك الدم السوري ووصول المسلحين إلى هذه المنطقة، سنشاهد وإياكم بالصوت والصورة كيف قامت قواتنا المسلحة الباسلة بتطهير هذه المنطقة من رجس العصابات الإرهابية. سنصل معكم إلى خطوط التماس الأولى التي يحاول المسلحون الاختباء خلفها في منطقة المطار القديم ومنطقة الصناعة وصولا إلى منطقة العمال وجامع الصفا في الجهة المقابلة. طبعا هذه مدرسة محمود البطمان للتعليم الأساسي التي أقفلت أبوابها بسبب إرهاب المجموعات المسلحة التي قامت بالاعتداء عليها في فترات سابقة، وقامت قواتنا الباسلة بتطهيرها من رجس المسلحين وإعلانها منطقة آمنة، وهي تقع في الشارع الأخير في منطقة الرصافة قبل منطقة الصناعة. طبعا هذه هي المنطقة الفاصلة ما بين منطقة الرصافة ومنطقة المطار القديم خلف الكتل البنائية المقابلة، يحاول المسلحون الاختباء والهروب بعد أن وقعوا بين فكي كماشة وهم محاصرين الآن من قبل قواتنا المسلحة باتجاه منطقة المطار القديم، كما نشاهد بالصورة مئذنة جامع عثمان بن عفان الذي يقع في قلب منطقة المطار القديم، أيضا المقسم الثالث الذي يقع في الجهة المقابلة، وهذه المنطقة التي يحاول المسلحون التسلل إليها في كل مرة وتقوم قواتنا بالرد على هذه المحاولات. هي منطقة الرصافة التي أعلنت آمنة بفضل قواتنا الباسلة التي قامت بتطهيرها من رجس العصابات الإرهابية بعد أن قامت بتدمير منازل المدنيين الآمنين في هذه المنطقة. لأخبار التلفزيون محمد العرسان من منطقة الرصافة دير الزور.